السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامج صوتكم اليومية، ورح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي راح تظهر أسفل الشاشة ليبدأ آراءكم حول المواضيع اللي راح نطرحها، أو إذا عندكم موضوع تريدون تطرحوه بحلقة اليوم لكم مطلق الحرية. وأيضا مشاهدينا الكرام اللي ما يقدر يتصل بينا يقدر يدزلنا رسالة على الرقم اللي بصفة إشارة واتساب بالأسفل حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقة اليوم وأول ملف ويانا حكينا عنه بحلقاتنا الماضية، وهو ملف الاغتيالات وخصوصا اغتيال الأطباء. قضية الطبيب أحمد طلال المدفعي في ديالة واغتياله. اليوم أكو وقفة احتجاجية للكوادر اللي تشتغل بالمركز الصحي النموذجي بناحية زمار بمحافظة نينوى. هاي الوقفة الاحتجاجية جتي أو بدت حتى ينددون باغتيال الدكتور أحمد طلال المدفعي بمحافظة ديالة على يد مجهولين، وطالبوا أن يتم إنهاء الانتهاكات اللي تصدر بحق الكوادر الطبية بين فترة وفترة. هذه الوقفة الاحتجاجية بنينوى، خلونا نشوفها سوا. نقف هذا اليوم نحن منتسبي مركز صحي زمار النموذجي وقفة احتجاجية واستنكارية للعملية الجبانة التي طالت الطبيب أحمد طلال المدفعي من محافظة ديالة، وهو طبيب اختصاص باطنية وقلبية. نشجب مقتل زميلنا ونطلب من القوات الأمنية حماية الأطباء والكوادر الطبية والصحية، وشكرا. رحم الله شهداءنا. والآن نقف دقيقة الصمت حدادا. كانت هاي الوقفة الاحتجاجية بمحافظة نينوى. من نينوى نروح إلى محافظة صلاح الدين، أكو وقفة احتجاجية ثانية، وكان أكو بيان أو خطاب إلى نقابة الأطباء بالمحافظة. ألقى هذا البيان الدكتور فياض حسين الجبوري نقيب أطباء محافظة صلاح الدين. البيان كان للتنديد وشجب جريمة الاغتيال اللي صارت بمحافظة ديالة واللي راح ضحيتها الدكتور أحمد طلال المدفعي. خلونا نسمع. إن الوقت والإدارة للجريمة النكراء بحق الشهيد الدكتور أحمد طلال وغلق العيادات بيوم واحد هي ليست فقط للشهيد، وإنما هذه رسالة للجهات التي تقف وراء عمليات الاغتيال، لأن دم الأطباء ليس رخيصا، وإن الأطباء يدا واحدة ولن يسكتوا. وأيضا رسالة وورقة ضغط على الحكومة وأجهزتها المختصة من أجل الإسراع بالقبض على المجرمين. لذلك لا نقبل أي أعذار تؤدي لمخالفة الموقف الموحد لأطباء العراق بغلق العيادات والمستشفيات الخاصة ما عدا الحالات الطارئة. قوتنا في وحدتنا، وبالأمس اغتالوا الدكتور أحمد في ديالة. سكوتنا وتهاوننا قد يؤدي لاغتيالات لن نكن نحن بمأمن منها. الله يحفظ الجميع، واللعنة على كل مجرم مأجور استباحة دماء الأطباء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هاي كانت الوقفة بمحافظة صلاح الدين. الكوادر الصحية بمستشفى الخالص العام بمحافظة ديالة نظمت هي الأخرى وقفة احتجاجية ضد العنف اللي دا يتكرر بين فترة وفترة على الملاكات الطبية، ضد التهديدات اللي توجه من قبل مجهولين أو من قبل ميليشيات أو من قبل مسلحين أو من قبل ناس عندهم واسطة، ناس عندهم محسوبية، ناس عندهم ضار. دا تجي تهديدات إلى الطبيب بين فترة وفترة أو الشخص اللي يشتغل به المؤسسات العراقية الصحية. وآخر هذه العمليات هي عملية اغتيال الدكتور أحمد طلال المدفعي، وكانت وقفة احتجاجية في الخالص قدامكم. هذه نقابة الأسنان، نقابة التمريضين، نقابة المهن الصحية، نقابة الإداريين، وقفوا كلهم كوقفة واحدة مشرفة واستنكارية في حادثة اغتيال المرحوم الشهيد دكتور أحمد طلال المدفعي، الذي كان إنسان قمة في العلم والكفاءة والأخلاق والنزاهة. فنشكر حضوركم جميعا وبارك الله بكم ورحم الله والديكم. دول الكوادر اللي اشتغلون بمستشفى الخالص العام. نبقى بديالة ونروح إلى نقابة الأطباء في محافظة ديالة. دعت نقابة الأطباء بمحافظة ديالة على لسان نقيب الأطباء في المحافظة الدكتور مرتضى خزرجي، دعت أن يتم غلق العيادات الخاصة، أن يتم غلق المستشفيات الأهلية احتجاجا على جريمة اغتيال الدكتور أحمد طلال المدفعي
بمدينة معقوبة أو بمدينة معقوبة اللي هي مركز المحافظة، وطالبت أن يتم الكشف عن الجنات وأن يتم تقديمهم إلى العدالة والحد من عمليات الاستهداف أو التهديدات اللي توصل إلى الأطباء. خلونا نسمع. غلق لكافة العيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية لإيصال رسالة إلى ولي الدم وكافة المعنيين بالتحرك الفوري لكشف القتلة والقصاص منهم وحماية الأطباء وتوفير بيئة عمل صالحة لهم، وإن هذا الإجراء قد يتبعه إجراءات تصعيدية أخرى إذا ما استمر العنف ضد الأطباء. ونتقدم بالشكر لكافة النقابات والجهات التي وقفت معنا وشاركتنا بهذا المصاب الجلل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقابة أطباء العراق 27/2/2023. الناس لما شافت هاي الفيديوهات والناس متابعة قضية اغتيال الدكتور أحمد طلال المدفعي من لحظة وقوع الجريمة ولحد هاي اللحظة، الناس لما سمعت هذا البيان وسمعت البيانات الأخرى اللي شجبت العملية أو الجريمة ونددت بها، تفاعلت ويا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، وجبنا لكم مجموعة من التعليقات اختاريناها لكم من منصة فيسبوك. أبو كرار العتبي يقول: إديالة يوصل صدارته لكل شيء الفساد والقتل والعصابات والجريمة المنظمة والتهريب والمخدرات. محسن سلام يقول: حتى إذا مسكوا القاتل راح يطلق سراحه، لأن القتلة أقرباء الحكومة، حكومة تايهة وسلاح تايه، والقضاء سلم لي عليه، والشرطة بس على الضعفاء والحبل على الجرار. مهند الديوان يقول: الأسف كل الأسف، تروح العقول نتيجة دولة هزيلة ونظام هزيل. أصبح الإنسان بهذا البلد رخيص جدا، واستباحة الدم أصبحت كشرب الماء، من أمن العقاب أساء الأدب. وتعليق آخر من عبد الرحمن الطائي يقول: أبسط الحقوق هو توفير الحماية للأطباء وكافة الكفاءات الأخرى. نسأل الله أن يتغمد الشهيد أحمد طلال بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. وكانت هذه التعليقات من الناس اللي تفاعلت حول هذا الموضوع، وعندنا اتصال من أحمد ألمانيا. حياك الله يا أحمد من ألمانيا. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوتي واضح أخي؟ جدا. نعم. أخي الكريم، أنا من عائلة عندي بعض الأخوة وبعض الأخوات وبعض الأصدقاء أطباء، وأعرف أنه السلك الطبي والأطباء يعني المعروفين أعرف أنه محاربين من لا. كما أنه بقية الكفاءات العلمية محاربة من 2003 ولحد الآن. خلينا ننظر للأمر يعني بواقعية. هناك بعض العصابات الإجرامية التي تحاول أن تستغل الأطباء ودخلهم العالي، هناك بعض الميليشيات المسلحة التي هي فوق القانون، التي تعتبر أن هذه الولاية أو هذا الحي أو هذا السوق هو ملك لي، وكل من يعمل هنا يجب أن يعطي أتاوة. هناك بعض الجهات الإقليمية، يعني الأطباء اللي انقتلوا بكركوك وبالموصل قبل 2003 و4 و5 و6 و7 كانت وراها حكومة الإقليم يا أخي. فحقيقة نظرا للإنفلات الأمن اللي موجود بالبلد، فما يعني ما تعرف حماها من رجلها مثل ما يقولون العراقيين. المشكلة أنه اختلط الحابل بالنابل، وبصورة عامة الأطباء نظرا لأنه عندهم بعض المادة فمستهدفين. بعض الأحيان يكون هناك منافسة ما بين أطباء، وأحدهم يعني بحكم علاقاته بالدولة بالميليشيات المنفلتة تستهدف الأطباء. مع الأسف يعني من الصعب جدا إصلاح بلد خربان تحكم عصابة. هذه مشكلة كبيرة، الكفاءات مستهدفة بصورة عامة. وديالة مع الأسف حصتها حصة الأسد بهالشغلات هذه، هي والبصرة مع الأسف. شكرا شكرا لك أخ أحمد. أبو محمد من ديالة، حياك الله. حيا ودهم، الله يبارك فيك، يسلمك ويبارك السلام عمرك. عليكم. أنا عندي نصيحتين. أي قول. النصيحة للشعب العراقي كله. أي. ونصيحة ثانية للحكومة. شعب العراق الله يبارك فيك. إذا أمكن تعيدها لأن صوت قام يقطع. قول أبو محمد. أي نعم، نصيحتي النصيحة للشعب العراقي. أي واحد يصير عنده مشكلة، يصير عنده قضية ويا
بالدوائر الحكوميه، بالحكومه خليه يحضر له دفتر الفلوس حتى يحلها، لانه لا اكو قضاء عادل ولا اكو محاكم عادله ولا اكو انسان ينصفك. انا صارت عندي مشكله وبعدين الوقت ما يسمح حتى احكي لك اياها بالكامل، لكن عن تجربه هذه صارت وياي ويا ابني عسكري وصارت وياه في التجربه، واذا مو فلوس ما تنحل خلينا طيب. على المحكمه على اساس طيب. النصيحه الثانيه للحكومه، خلي تسمع هاي البرامج اللي الناس اللي جاي تشتكي، خلي وصي الوزراء مالته يسمعون الشكاوى المواطنين، ومن ذاك طيب. كل وزير يسجل عنده ويشوف يدزون على واحد يرضونه. طيب ابو محمد النصيحه الثانيه هاي خليها يم الحكومه، بلكت واحد يطلع لك على قناه تلفزيونيه اي قناه ويجاوبك على هاي النصيحه، لكن سؤالي عن النصيحه الاولى اللي تقول اتمنى او تقول انصح الشعب العراقي ان يحضر له دفتر او دفترين اذا عنده معامله او عنده مشكله حتى يحلها، تتوقع هذا الشيء صحيح؟ مو بس صحيح انا وياك صارت هاي تجربه، اجي اقول لك عن تجربه. لا انا وياك هي واقع حال ده تصير، بس هذا الشيء صحيح انه ننصح المواطن بشيء غلط او برشاوه؟ اخوي العزيز مرحبا عليك. ايه مرحب. ابني زوروا عليه قضيه تزوير وعسكري هو. ما اسمعك انا. نعم. شكرا لك ابو محمد. ابو محمد اذا ما سمعتني من التليفون وحاليا تسمعني، ما اعرف انه نصيحتك هذه لما تقول هي واقع حال، نعم هي واقع حال، بس هل واقع الحال يفرض على المواطن ان يسلم بحيث انه يشوف الغلط صح؟ يعني لما تقول انصح المواطن العراقي اذا عنده مشكله باي دائره حكوميه يحضر له دفتر او دفترين تنحل مشكلته، هل تتوقع انه هذا الشيء صح؟ واذا سلم الشعب العراقي تاليتها لوين؟ اتمنى اذا سمعوني المتصلين واتصل احد بالبرنامج بعد قليل ان يجاوب على هذا التساؤل. نروح الى ملفنا الثاني واللي هو موضوع صار راي عام بالعراق اللي هو قانون سانت ليغو الانتخابي. الناس رافضته. واليوم متظاهرين وناشطين بثورة تشرين طلعوا بتظاهرات ضد تمرير قانون سانت ليغو الانتخابي، وأكدوا أن السلطة تضرب اليوم عرض الحائط كل معاناة الشعب العراقي، كل مآسي الشعب العراقي، من نقص أدوية، من أزمة بارتفاع أسعار الدولار، من نقص مواد غذائية، من نقص في الأموال، من نقص في من زيادة نسب البطالة، من زيادة نسب الأمية، من تجارة المخدرات، من الاتجار بالبشر، كل هاي الأمور إضافة إلى تأخر إقرار الموازنة، العاطلين عن العمل، الناس اللي عايشين تحت خط الفقر، كل هاي الأمور المؤسسة أو العملية السياسية مثل ما يسموها ضربت هاي المعاناة عرض الحائط، وراحوا يتجهوا حتى يقرون مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات بالبرلمان الحالي واللي سمي قانون سانت ليغو. ناشطي ثورة تشرين بحشودهم اليوم بمحافظة واسط مثلا أعلنوا النفير العام وخرجوا بتظاهرة أمام بوابة مبنى البرلمان للتعبير عن رفض القانون الانتخابي اللي طرح واللي وصفوه بأنه هذا راح يسهم في تكريس المحاصصة المقيتة اللي هم راضيها. خلونا نسمع. بعد إمعان قوى السلطة الحاكمة وعلى رأسها الأغلبية الخاسرة المتمثلة بالإطار التنسيقي بضرب الإرادة الشعبية ورأي المرجعية الدينية عرض الحائط، وذلك بإصرارها على تمرير مسودة التعديل الثالث لقانون الانتخابات بما يتماشى مع ضمان نفوذها وصعود الفاسدين عبر الدائرة الواحدة بنظام سانت ليغو سيء الصيت وإلغاء الدوائر المتعددة والفائز بأعلى الأصوات، وعليه قررنا نحن الأغلبية الشعبية بالخروج غدا بتظاهرة كبرى موحدة بالتزامن مع جلسة البرلمان لإعلان رفضنا القاطع لتمرير القانون
وذلك ندعو كل العراقيين الشرفاء والقوى السياسية الناشئة والمستقلين وكل من يشعر بالمسؤولية الوطنية تجاه هذه البلاد بالنزول الميداني معنا غدا، لأنها لحظات للمواقف الحقيقية التي سيسجلها التاريخ لكم. اجتمع أبناء محافظة واسط اليوم من أجل رفض قانون الإطار، قانون الانتخابات الباطل، وسنكون يوم الاثنين إن شاء الله في تظاهرة عارمة في العاصمة بغداد لرفض هذا القانون يوم الاثنين في بغداد. دولة أهالي واسط، اللي صار اليوم أنه مجلس النواب الحالي بالمنطقة الخضراء صوت أن يتم تأجيل مناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات أو قانون سانت ليغو. أجلوا هذا القانون إلى يوم السبت الجاي. تأجيل مناقشة مشروع قانون الانتخابات بصيغته الحالية إجا بالتزامن ويا التظاهرات اللي دعوا إلها الناشطين حتى يعبرون بها عن رفضهم القاطع لهذا المشروع اللي يعزز مثل ما هم قالوا يعزز سطوة الأحزاب، سطوة الميليشيات بسدة الحكم. خلونا نشوف اللي دا يصير اليوم أو اللي صار اليوم من رفض شعبي إلى هذا القانون. السياسيين يخافون من التظاهرات ومن الثورة، ثورة تشرين، لأنه أكو بها وعي سياسي عالي. في بداية الفيديو كان أكو شخص مكبرات الصوت في على إحدى السيارات دا يوجه الناس ودا يشرح لهم شنو اللي دا يصير. أشدد على هذه النقطة ونرفع له القبعة، نعم هي هاي الطريقة الصحيحة لتوعية الناس. لا تطلع لي بتظاهرة اللي موجودين وياك فقط لأنهم رافضين هم وياك، لا، وعيهم، قول لهم شنو اللي دا يصير، لأنه القانون إذا مرر وتم القبول به أكو مشاكل هواية راح تصير بالعراق، الناس تعرفها ولهالسبب هم رافضين. الشخص التالي أو اللي موجود بهذا الفيديو هو أحد وجهاء محافظة النجف، كان مشارك بالتظاهرات الرافضة القانون سانت ليغو ببغداد، قدم طلب أو راد من العراقيين أن يتظاهرون ضد منه، ضد الحرامية، ضد الفاسدين اللي بس يريدون يسيطرون على هذا البلد أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. من خلال شنو؟ من خلال أن يشرعون قوانين يسلبون المواطن العراقي بها حقه، واللي وصفها هو أنه هاي قوانين ما تجيب للعراق غير بس الدمار، ما تجيب للبلد غير بس الخراب، وتخليهم باقين بأماكنهم ومستمرين قاعدين على الكرسي اللي هم يدفعوا له فلوس ويتعاركون عليه. خلينا نسمع اللي قاله. 40 مليون علاقه مفيوق، هاي قليله، بس هاي الذله. ليش تخاف من الحكومه؟ ليش تخاف من الحرامي؟ الحرامه عم مو لك كبشه بدينا، الحرامه طقطقله. خلي يكون بعلمكم وخلي يكون بعلم الاطار والاحزاب اللي مسانده له. والله ما يخبط
صوت العراق الشريف الا الله سبحانه وتعالى. وما دام الشوارب فوق القاع مو تحت القاع، السولف وطلع حقوق وتعلم الحكومه الموجوده شنو هي. 90 موجوده، الخلفاء موجودين، احنا من الشجره ناصرها قوي الى انقطع غصن منها يطلع المية، وهذول المية شكلهم يختلف عن الغصن الاساسي. واحدنا في 100 علي. فخلي تعلم الحكومه الاطار هاي شراره من بغداد بهاي النفوس الذكيه، نحارب ونرفض ونجيب القانون اللي جاي الاطار ترد مره ثانيه عليه، لان هذا القانون ما قاعد عند اهل وغيره ذوقت ارواح من اجله ودماء سفكت وجرحى من اجل تغييره. اما يجيني بدم بارد يغير القانون، هيهات والله، هيهات والله على انفس والله على دماء زكيه ما قبلت بالباطل ورفضت الفاسد وما خلت لمكان بيناتنا. اللي قصده هنا الحجي او الشيخ انه ما ضاع حق وراءه مطالب، هاي رقم واحد. ورقم اثنين صاحب الحق قوي، واللي راد يقول لك يا طول ما انت يا مواطن، طول ما انت يا عراقي الحق وياك، لا تخاف ولا تخاف من شخص اجى يسرقك. هاي الرساله اللي حبي يوصلها لك. الناس لما سمعت هذا الكلام وشافت اللي صاير علقت على هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك. سعيد كريم يقول عافيه اللصوص سياسيين النهب يردون يبقون للابد. فوزت فهد يقول يعني الاحزاب والكتل الكبيره تريد تبقى مسيطره، سانت ليغو سيء الصيت، اذا عاد نبقى نراوح بمكاننا ونفس الفاسدين يحكمون ونفس الوجوه. محمد كريم عاشوا الابطال رساله الى كافه الشعب العراقي من لا يعرف قانون الانتخاب الحالي، وسانت ليغو خلي يطلع عليه بالانترنت او بالنت ويعرف الفرق ولماذا الاحزاب تصر على اقرار قانون الانتخابات سانت ليغو. عباس عبد يقول سواء كان القانون بسانت ليغو أم بغيره الوجوه ستتكرر ونفس الأحزاب ستفوز، هو النظام يحتاج أو بحاجة إلى تغيير جذري. كانت هاي التعليقات حول هذا الموضوع. وأبو علي من الديوانية حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حتى رجالوا لألمانيا انتهت، قال لهم لا شافوا لي الدكتور والمعلم اخذوا، قال لا لا ما اخذوا، قال لهم ألمانيا خيره. قال خلاص المعلم اخذ والدكتور باق والمثقف باق ورجل الدين باق، ايش ظل في العراق؟ نعم. ما ظل في العراق. القوانين والاحزاب هي نفس الوجوه تظل، اليوم المواطن العراقي الفقير ما له حمايه. نعم. الدوله عندها جيش وعندها مكافحه الارهاب وعندها تشريع ديني يحميها، تحميها امريكا، بس الفقير من يحمي الشعب العراقي؟ من يحميه من عندهم؟ كل دوائر الدوله وكل الحكومه العراقيه هي احزاب وعوائل تحكمها. انا استاذ بالديوانيه، اكو دوائر عندها بالديوانيه تحكم كلهم ولد عم ولد خال، يعني دوائر مملوكه. تعرف مرة ناسبنا الدولة اللي تسمى روحها دولة، بس والله الدولة اسم يا أهل الدولة خسرتوا أكبر حاضنة شعبية بالعالم. لو أضيلكم هاي الحاضنة الشعبية اللي ضحت لجلكم ووصلتوا للحكم. نعم. احتلت العالم كله، لكن اكتشفتوا وجهكم الحقيقة لأنكم لا السرات باعتكم من معممكم ولا سيدكم ولا مثقفكم، بلكم حرامية. إذا أنتم ما عندكم ملال الفقير، تحججون باسم الفقير بس أنتم اللي بصوا، أنتم اللي قوانينكم انصرفت بس على الفقير وعليكم ما في، يبوك لما سيتي في الزبات وبالسجن، والباقي 30 40 مليار طالع بالخضراء وطالع بأمريكا، يعني قوانين تطلعونها لكم، والأحزاب إن شاء الله ما تفلحون إن شاء الله بالعراق، وخصوصا الأحزاب الشيعية اللي استردتوا علينا وسرقتونا، وطلبتوا ضرائبكم مسؤولين المحافظات اللي دمرونا بعد بنزل. نعم. منين هذا؟ لان الامام المهدي. بس الامام الله والامام المهدي ما عاد غيرهم. نعم. شكرا شكرا لك ابو علي. مشاهدينا الكرام راح نتحول الى ملفنا الثالث وهو ملف حكينا عنه هوايه ويمس المواطن العراقي بالمباشر.
قضية المشاكل اللي دا يشوفها العراق اليوم بالمي، بلاد ما بين النهرين اليوم ما بها نهرين، بلاد الرافدين أنهرها جفت أو راح تجف مثل ما حذروا سابقا في بعض التقارير والتحقيقات الصحفية. اليوم عندنا خبراء يقولون وناس مختصة بالشأن المائي أنه أكو كارثة إنسانية دا تصير بالعراق، سببها التلوث ونقص المي ببلد كان بيه نهرين عمر أهله ما فكروا أنه بيوم من الأيام ذني نهرين يجفن، ووصلت مناسيب المياه بالعراق إلى أدنى مستوى يعني أقل شيء. هذا كله بسبب الإهمال الحكومي واستمرار الحكومة وهي ناطي أدنى الطرشة لهذا الموضوع ولا مكترثة إلى موارد العراق المائية. دول الخبراء يقولون إنه المشاكل المائية اللي دا يشوفوها اللي دا يعيشها العراق اليوم عدها يعني بها أسباب هواية، منها غياب السيادة الوطنية، إنه العراق ما بي سيادة. الحكومات اللي جت تحكم العراق من 2003 لحد هاي اللحظة ما دافعت عن حقوق العراق المائية الإقليمية، ما دافعت عن حصص العراق من المي من دول يعني الرافد. هذا كله أدى إلى أنه صار تقليل إلى حصص العراق المائية، صارت أكو تجاوزات على روافد الأنهر من دول الجوار، خصوصا إيران اللي حولت مجاري أنهر وسدت مجاري أنهر وقطعت الروافد اللي كانت توصل إلى نهر دجلة. هذا كله ساهم أنه المي يقل والأزمة تكبر، ويستمرار أزمة الجفاف اللي دا تضرب محافظات العراق. اشتكوا المواطنين بناحية المشرح مثلا محافظة ميسان أنه المي قليل ويادوب دا يوصلهم، لكن الجهات اللي موجودة هناك دذب مي الصرف الصحي أو المياه الثقيلة أو مياه المجاري، دذب النفايات أو الأوساخ بالنهر ما الناحية، والحكومة مغمضة عينها وما تشوف. خلونا نشوف. محطة مجاري منطقة المجدية تضغط على نهر المشرح مباشرة كميات كبيرة من المياه، مياه آسنة ومياه مجاري ومياه ثقيلة تضغط على نهر المشرح. هنا يسكتون، إيران تقصف مدارس مال طلاب يسكتون، إيران تتجاوز بالحدود يسكتون، إيران تأخذ مقرات يسكتون، لكن لما شغلة ما تعجبهم حجت السيادة وقالت السيادة. بس تهديد موارد العراق المائية الحيوانية أي مورد من موارد العراق هذا ما يهدد السيادة. شنو يعني إذا العراق ما بي مي؟ نطلع من ناحية المشرح ونبقى بميسان، هنا عندكم ناحية السلام، هذا اللي تشوفوه قدامكم واللي جهال قاعدين يلعبون بطوبة هذا نهر، نعم هذا نهر ناحية السلام جف نهائيا ما بي مي. والشباب اللي بالناحية استغربوا ليش وصل الحال بالعراق لهاي الصورة، ليش وصل الحال بناحية السلام لهاي الصورة؟ ليش المي ماكو؟ وليش أكو أزمة جفاف بالعراق؟ وليش العراق دا يعاني من هاي الأزمة؟ وشنو أسباب الفشل الحكومي أن يعني أن يواجهون هاي الأزمة ويرجعون للناس المي وطالبوا أن تكون هناك أكو حلول؟ خلونا نشوف. ها علاوي من العباس ابو فارر خذك بعد 3 ايام اذا فقط على الوضعيه هاي نعلن حاله طوارئ بعد سلام خذيتوا لنا دناكر بيزوا الاشياء ومبنين على الشقه. يعني امس هنا دفعوا البلد يوم ماكو ست شهور سبعت
والله ثلاث ايام ما سامح يا محمد الصادق ثلاث ايام ما سامح لا تعذر صالح مشكله انا اللي رب طلع بي من دا يحجون هنا دا ينقلون معاناة حقيقية. يقول له البارحة أو أول بارحة كانت القوارب تمشي بالمي، وين المي اللي تمشي بيه القوارب هسه؟ وسأله اللي ما يفهم اللهجة العراقية، قال له مسابح أو مغاسل، يعني مطاب لحمام غاسل جسمه. يقول له صار لي ثلاثة أيام قرات عينها للحكومة العراقية من بداية السنة ولحد هاي اللحظة. مخاوف الناس بالعراق خصوصا بمحافظة ذيقار والمناطق الجنوبية والمناطق الشرقية من مدينة الناصرية مركز محافظة ذيقار يوم على يوم دا تصعد ودا تزداد. كانوا الناس يشوفون مناسيب المي بالمدينة دا تنزل يوميا، تنزل أكثر 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 أكثر. هذا الشيء قبل ما يبدي فصل الصيف. إذا إجا الصيف ايش راح يبقى بنهر الناصرية؟ ما حد يعرف. وهذا الشيء أدى إلى مربي الجاموس والمزارعين أن يهاجرون من مناطق الفرات الأوسط اللي هي شمال محافظة ذيقار أو الأهوار حتى يدورون عن مصدر مي وعشب لقطعانهم بحسب المراقبين اللي راقبوا الوضع هناك. عندنا ناشط ينتقد بهذا الفيديو الإهمال الحكومي الملف المياه ووثق الجفاف بنهر الفرات بالناصرية. خلونا نشوف. طبعا بعد ما الحكومة دمرت ثروات العراق بصورة عامة، الأحزاب اللي هيمنت على هذا البلد، اللي خذت أموال هذا البلد، اللي خلت الشعب العراقي يوصل إلى طريق مسدود، اليوم الموارد المائية والثروة المائية بالبلد انتهت. السبب هو شنو؟ الأحزاب، لأن أنت من الداخل عندك صراعات سياسية على المغانم. للأسف يعني احنا بهذا الفصل الشتاء مطرت ما بيه الكفاية، يعني المفروض عندنا احنا ماي، يعني احتياط المفروض يكون عندنا. ومثل ما شاهدون يعني بداية الصيف وهذا وضع شط الفرات، وضع شط الفرات، الفرات نشف، يعني أصحاب البساتين وأصحاب الزراعة راح ينتهون. وشوف نفس الوقت شوف الأوساخ، يعني احنا اليوم من نشف الشط طلعت هاي العيبة، يعني احنا موارد المائية وين، الري وين عن هاي الأوساخ. والله العظيم يا العراق إلى الأسوأ بسبب الطبقة السياسية الموجودة اللي جاية تصارع بيناتها على المغانم، ونفس الوقت هم ما يحسون بالعراق لأن هم عندهم جناسي أوروبية ومن دول العالم. فهو يقول لك أنا شو وقت ما العراق للأسوأ أنا راح أسافر وأروح إلى غير بلد وأعيش أنا وعائلتي أحسن عيشة. هذا نهر الفرات بالناصرية ترى هو مو عالجرف، هو بالنص، هو دا يتمشى بنص النهر، وهذا المي الماكو هذا بنص النهر. ويقول لما نجف المي، لما صار اكو جفاف طلعت اكو مشاكل جوا اللي سماها عيبة العيبة، اللي هي النفايات والأزبال والصناديق والتيارات اللي مشمرة جوا النهر. فأريد أسأل وزارة الموارد المائية ومن قعد بمنصب وزير بهاي الوزارة من 2003 لحد هاي اللحظة، ايش سويتوا انتوا بالأنهر والفلوس اللي انصرفت الى وزارتكم حتى تكرون النهر وتنظفون الحوض مالته من الجوانب والقاع من النفايات والأزبال اللي بدت تطلع للناس؟ وين راحت ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع؟ وأول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك، سيد حسين الموسوي يقول: الترسبات في نهري دجلة والفرات كبيرة بحيث ليس بمقدور هذه الأنهر من الاحتفاظ بكمية من المياه. كان في السابق تتم إزالة الترسبات من قبل وزارة الموارد المائية بكري الأنهار وروافدها واللي حكينا عليها قبل شوية. وسام محمد العراقي: المصيبة سكوت مطبق من المسؤولين وأصحاب الاختصاص. أم حسوني: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل على الحكومة هاي بعدها ما جاي الصيف وهذا الحال لعد، إذا إجا شلون؟ ورائد الشافعي يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أدري الحكومة ما بهم واحد شوية شوية مو هواية عند ذرة غيرة على هالبلد والشعب. كانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. أبو عمر من الناصرية حياك الله يا أبو عمر.
ابو عمر، بما انه انت من الناصريه وحكينا قبل شويه على نهر الفرات بالناصريه، بالله اشرح للناس والمشاهدين شنو حال نهر الفرات بالناصريه. طبعا حال نهر الفرات بالناصريه عم ياثر، طبعا جاي جف يعني جفاف، يعني تعبر الشاط خلي يسمعوني هم، يعني تعبر الشاط عبر وهو اي، يعني هاي من الجماعه، يعني ان شاء الله تعبر الشاط عبر، يعني ذول الحلال كله موت حلال قطيع، ذول بالهوار ما هوار، يعني ذول الناس يعني ترحلوا من مكانات، ليش؟ لان ماكو ماي، لان هذا حيوان تكرم، هذا عايش على الماي، تزرون بها ان شاء الله، يا ذولا. لان هي يعني انتم سويتوا هسه؟ يا يعني سويتوا انتم يعني ايش سويتوا انتم بالبلد؟ يعني دمرتوا البلاد دمار، يا ذولا. يعني جفاف طقتوا جفاف، يا ذولا. حرامية لا تستحون ولا تخجلون، يا ذولا. عمي والله العظيم حتى حلال العالم عمي اثر راح. يا ذولا انتم عندكم ضمير؟ ضر الضمير ما عندكم. يعني انتم يعني لوين توصلون هالبلاد هذه؟ يعني انتم دائما جاي تساومون على 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 بلادكم، اللي يساوم على بلاد عمي تعرفوا بعد ما انا ما اقول لك انت تعرف تعرف. اللي يساوم على بلاده عمي خليه يساوم على الشرف احسن. يا لولا خليه يساوم على الشرف لا يساوم على بلاده، هذا بلاد هذا الله مبسطين. يا لولا استحوا خذوا عيب كافي يعني تقول تدوكم ثوره، احنا مستعدين للثورة، احنا الناصريين مستعدين للثورة، ثورة تشرين هسه راح تعيش ان شاء الله من جديد، ولا ما يضلون هم جالس المحافظات دول هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، وانا اناشي الشعب العراقي، يطلع على ذولا خونة، ذولا خونة وديول وبايعين ما عندهم ضمير. نعم. يا عمي اسد ما عندهم ضمير وخلي يسمعوني هم، يا ذولا، وثورة تشرين شوكة بعيونكم، وباقيين ثورة تشرين وباقيين أطفال باقي الأرض والله للموت، ندافع عن البلاد والله على آخر قطرة دم. لا إسراف سجاد عراقي ولا سجاد عراقي، إحنا موجودين، إحنا مستمرين بالثورة إن شاء الله. نعم. الله عنا. شكراً لك أبو عمر. الكل يعرف إنه بغداد نظمت أعمال المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي، واللي صار بتاريخ أو ابتدأ 24 وانتهى يوم 27 من شهر شباط الحالي. أثارت مشاركة رئيس البرلمان اليمني حفيظة الأحزاب الموالية لطهران بالعراق، وهذا الشيء أدى إلى أنه ينسحبون من الجلسة احتجاجا منهم على الكلمة اللي قالها بالجلسة. رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البرغاني يقول بكلمته بالمؤتمر أنه إيران تدعم ميليشيات الحوثي باليمن وتنطيها كل أنواع الأسلحة وتزودها بالطائرات المسيرة حتى يستهدفون الحوثيين مناطق مدنية آمنة ويعبثون باليمن وأمن اليمن واليمنيين، وهذا الشيء ما يتوقف عند اليمن، لا يمتد خطر هاي الميليشيات إلى الجوار العربي وإلى كافة الدول العربية. خلونا نسمع كلمته وبعدين نقرأ التعليقات. أيها الإخوة، نواجه جماعة منفلتة من مواثيق الحرب وأخلاقياته وقوانينه الدولية، وتتكئ على دعم عسكري ومالي خارجي من قبل إيران، فمن الطائرات المسيرة إلى الصواريخ البالستية إلى مختلف أسلحة وأدوات الدمار تزود بها من قبل إيران. جماعة منفلتة لا تتورر عن استخدام تلك الأسلحة في قتل المدنيين وقصف المنشآت المدنية والاقتصادية، مثلما أقدمت على قصف مطار عدن الدولي بإرادة إرهابية غايتها تفجير الطائرة التي تقل رئيس وأعضاء الحكومة ومواطنين بصاروخين إيرانيين، فضلاً عن قيامها بقصف موانئ المخا وشبوة وحضرموت بصواريخ ومسيرات إيرانية، علما أنها موانئ مدنية متخصصة لنقل وإفراغ البضائع والسلع، كما أنها تحاصر مدينة تعز منذ ما يزيد على 8 سنوات وتغلق الطرق المؤدية إليها وتدكها بمختلف الأسلحة باستمرار، وتقتل النساء
والأطفال دون وازع من ضمير أو دين، كما أنها لم تتورع فتمارس الإرهاب العابر للحدود بضرب المنشآت الاقتصادية والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر. بلا زحمة أخوان، محمدنا بيشي واحد يروح يتأكد لنا من محمد حلبوسي، خاف صار سهال عرق الولد قام يهذي، خاف يقول والله مو أني، واحد يروح يعطيك لينس شوية يتأكد لنا بيشي لو لا حتى نطمئن على صحته. والأستاذ سلطان يعني يبدو أنه ما يدري أنه هو جاي لبغداد، لأنه ما كان قال هاي الكلمة، عباله وده يقوله ببرلمان عربي. بس مع الأسف أستاذ سلطان نحب نقول لك أنت جاي ببرلمان طهران رقم 2 أو الفرع 2، فلا تتخيل أنه راح يقبلون هاي كلمتك. وجماعة الإطار أو جماعة الميليشيات، وليش هزتكم القرعة؟ بس يوم على يوم ده تبينون للشعب العراقي أنتوا شنو، ويوم على يوم ده تبينون للشعب العراقي شنو معدنكم، ويوم على يوم ده تبينون للشعب العراقي أنه هو على صح وأنتوا على غلط. الناس لما سمعت هاي الكلمة وعرفت ردود الفعل اللي صارت بالعراق واللي رفضوا هاي الكلمة وغيرها علقوا على هذا الموضوع. فيصل الشمري على تويتر غرد يقول: سلطان بركاني رئيس البرلمان اليمني من مقر انعقاد المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي ببغداد: إيران تدعم الميليشيات بالطائرات المسيرة والصواريخ لتدمير اليمن وتهديد دول الجوار. طبعا خامنئي وأذرعه يسعون في الأرض فسادا وقتلا وإرهابا، والعراقي ساحتهم مع شديد الأسف. علي الطائي غرد ويقول: من بغداد رئيس البرلمان اليمني هاجم إيران والحوثيين، ولكن هل يعلم السيد سلطان البركاني أن من يصفهم بالإرهابيون الحوثي أو بالإرهابيين الحوثيون يتدربون على مقربة من مقر المؤتمر؟ هل يعلم أن الحكومة المستضيفة تشرف على جمع تبرعات للحوثيين ويمدهم أركانها بالسلاح؟ رعد هاشم يقول: كلمة الحق، سوف لن يجرعها الولائيون وسيشوشون على المؤتمر ويعتبروه يمس الجارة. رئيس النواب اليمني سلطان سعيد البرغاني يقول: تحدث بصراحة في مؤتمر اتحاد البرلمان العربي عن النفوذ الإيراني ودعم إيران للإرهاب الحوثي وقتل اليمنيين واستهداف الدول العربية. ومصطفى كامل غرد ويقول: ناظم الشبلي الناهب الميليشياوي في برلمان عراق الحاكم الجعفري يعلن انسحابه من مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي احتجاجا على كلمة رئيس البرلمان اليمني سلطان البرغاني التي هاجم فيها الإرهاب الحوثي وفضح دعم إيران المستمر لهذه الميليشيات وجرائمها ضد شعب اليمن. اخواننا العراقيين عرفوا اسمه ناظم الشبلي هو اللي انسحب على هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام، قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين سلط الضوء على الواقع المقلق الذي يعيش المواطن العراقي بظل الأزمات اللي هو عايشها، بظل المشاكل اللي هو عايشها، وخصوصا موجة الكوارث الطبيعية وأبرزها الزلازل اللي تواجه المنطقة. وكان عندنا هذا الانفوغرافيك، خلونا نشوفه. We'll be right back.
هذا كله حكومة السوداني نايمة بالعسل. مدوني على منصات أو على منصة تويتر أطلقوا ترند على وسم التطبيع مع الأسد جريمة بعد الرفض القاطع للمحاولات البائسة حتى تتم إعادة نظام المجرم إلى الواجهة بالمحافل العالمية ومنها مؤتمر اتحاد البرلمان العربي اللي صار ببغداد وبجلساته وإيجاد وفد على الرغم من إمعانة بقتل وتشريد السوريين دون محاسبة. راح نقرأ لكم بعض التغريدات. كوثر الخطيب تقول التطبيع مع الأسد جريمة، الأسد كان ولا زال مجرما حتى لو طالت فترة بقائه على الكرسي فهو مجرم وسفاح وكل من يطبع معه يشاركه الإجرام. سيلفا تقول لن نغفر أبدا، التطبيع مع القتلة والمجرمين السفلة لا غفران له ولا تبرير. فاطمة الشيخ تقول مهما حاولوا تلميعه سيبقى ذاك المجرم الذي ابتسم فوق دماء الأحرار، اللهم انتقم من بشار ومن كل ما أيده وناصره وصالحه ومشى على نهجه. وأحمد العاصي يقول هذا النظام الذي يسعى العالم بأجمعه للتطبيع معه يقصف مناطق إدلب وما زال الناس يلملمون جراحهم إثر كارثة الزلزال ومئات العوائل تعيش في العراء بعد أن فقدت منازلها. كانت هذه التغريدات على هاشتاغ التطبيع مع الأسد جريمة. مشاهدينا الكرام، هذا كل ما كان موجود معنا في حلقة اليوم. نتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم. وأكو بعض الأشخاص زي يتصلون على الواتساب، أعتذر منكم مشاهدينا الكرام لأنه رقم الواتساب ماكو دعم إلا للاتصال، لو متصل على الأرقام الأخرى كان أخذناك. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باشر بإذن الله. في أمان الله.